السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك، تقبل الله صيامكم وقيامكم وكل عام وأنتم بخير في حلقة جديدة من برنامج شهاب ورابح المليون في موسمه الثاني، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. خلونا بالبداية نروح نشوف كواليس واستعداد المتسابقين وبعدها نرجع. أنا الطالب أيهاب أحمد رحيم من مدرسة ثانوية الغزال للمتفوقين، جيت أمثل مدرستي وإن شاء الله الفوز لنا. أنا الطالب حيدر أحمد فاضل، جيت أمثل مدرستي ثانوية الغزال للمتفوقين وإن شاء الله الفوز لنا. أني الطالب محمد سرمد بهاء صف الثاني ثانوية الأندلس للبنين، جيت أقدم للمسابقة وإن شاء الله نربح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أني الطالب يونس فرقد صالح للصف الثاني متوسط ثانوية الأندلس للبنين، إن شاء الله سوف يكون الفوز لنا. وشاهدنا وياكم استعدادهم وحماسهم للمشاركة بالمسابقة، الآن نتعرف عليهم. أهلا وسهلا بكم ماما، اسمك ومدرستك، نبدأ من عندك وأنت قاعد. يونس فرقد صالح ثانوية الأندلس. أهلا وسهلا بك. الطالب محمد شاكر محمود الثاني متوسط ثانوية الأندلس البنين. أهلا وسهلا. محمد سرمد بهاء ثانوية الأندلس البنين. أهلا وسهلا بكم وبمدرستكم مدرسة الأندلس، نتعرف عليكم. سير على الدين ثانوية الغزالية المتفوقين. اهلا وسهلا. الطالب ايهاب احمد رحيم من ثانويه الغزاليه المتفوقين. اهلا وسهلا. الطالب حيدر احمد فاضل من ثانويه الغزاليه المتفوقين. اهلا بكم وبمدرستكم مدرسه الغزاليه. اهلا بكم ورمضان مبارك علينا وعليكم ان شاء الله. اذا مشاهدينا الاحبه، بعد ما تعرفنا عليهم خلونا نروح نسمع وياكم قوانين وشروط البرنامج. 15 سؤال الى المليون، ثلاث محطات، لكل محطه خمسه اسئله. المرحلة الأولى 150 ألف دينار، المرحلة الثانية 350 ألف دينار، المرحلة الثالثة 500 ألف دينار. تصبح بحساب الفريق عند الإجابة على جميع الأسئلة بشكل متتالي. يثبت السؤال الأخير عند عدم الإجابة بشكل متتالي. والمحطات الثلاث تتضمن وسيلتين للمساعدة، حذف إجابة وتغيير السؤال، بالإضافة إلى سؤالين للسرعة، الأول تحديد الفريق البادئ، الثاني في حالة التعادل. ورجعنا وياكم ونبدأ من سؤال السرعة كالمعتاد. مستعدين؟ نعم. جاهزين الأندلس؟ جاهزين. والغزالية؟ إيدينا للأسفل. ادينا للاسفل. ادينا للاسفل. تسمعون السؤال تعرفون الاجابه عليه تضغطون الزر. نعم. تمام. سؤال السرعه يكون بديهي بسيط جدا، بس السرعه هي اللي تتحكم، ولا تنسون ما عليه نقطه. يلا. والسؤال يقول: كم عدد ايام عيد الفطر المبارك؟ دوس. ثلاث ايام. ثلاث ايام. انا شفتكم اثنينكم متاخرتوا بالضغط الزر. لا ما تعرفون قال... عدد ايام عيد لا الفطر. لا نعرف، بس هو قال انا ضغط. يلا هسه هو احنا قلنا هذا ما عليه نقطه، والاجابه الصحيحه لمدرسه الغزاليه صبوه. راح تكون كل بدايات المراحل من عندكم. اوكي. مستعدين؟ ننتظر شويه. يلا قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسؤال الأول من المرحلة الأولى لمدرسة الغزالية يقول: من القائل يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ هل هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أم سيدنا سلمان المحمدي رضي الله عنه؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صبوهم. هذا الحديث قيل بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. عليه السلام. أيه. سؤال عشكم. جاهزين؟ جاهزين. ننتظر.
نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بسم الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. والسؤال الأول لمدرسة الأندلس يقول: صروح تاريخية شاهقة توثق فن العمارة في حضارة العراق، هل هي الإهرامات أم الزقورات؟ زقورة. يعني هسه هذا إجابة لو شنو بعد عندكم وقت 19 ثانية ففروا بيناتكم وطوني الزقورة. الزقورات إجابتكم صحيحة. حاولوا تتناقشون لا تستعجلون. يلا لأن الإجابة ما أقدر أغيرها إذا غلط. السؤال عندكم والسؤال جغرافيا. هسه خلينا هادئين حتى زملائنا يركزون. سؤالكم جغرافيا شلون درجاتكم بالجغرافيا؟ كله زين. متأكدين؟ تحبون الجغرافيا؟ انا احب. يلا وسؤالكم يقول: بحيرة الرزازة هي مسطح مائي موجود في العراق وهو منقسم بين كربلاء والأنبار أم الأنبار وكركوك؟ كربلاء والأنبار. عندكم بعد وقت تقدرون تاخذون وقتكم. كربلاء والأنبار. كربلاء والأنبار شو تقولون؟ ما عندكم معلومة؟ لو صحيح؟ أي صح. كربلاء والأنبار هي الإجابة الصحيحة. جغرافيا عندكم. أنتم شلونكم بالجغرافيا؟ زينين ست. الحمد لله. احشوا لي درجات. ستاني 100 ست. بنص سنة لو بنص فصل أول؟ أي كيف؟ نص سنة 98. 98 نصف السنة. يعني درجاتكم زين المفروض زينين بال الحمد لله. بس احيانا مو من نفس الماده مالتكم مو من المنهاج المدرسي اللي خارجيه. والسؤال يقول: اكبر نهر في العالم اكبر هو نهر النيل ام نهر الامازون؟ لا تستعجلون عندكم وقت. اكبر نهر. لا لا تستعجلون. الامازون. ست الامازون اكبر نهر. اتفقوا بيناتكم؟ اريد اجابه نهائيه. مرسلو ما حقبل بهذا يعني النقاش بيناتكم. تنطوني كل واحد اجابه شكل. ما ادري ما ادري في العالم. اجابه نهائيه. نهائي. مرسلو تتناقشون بيناتكم تنطوني اجابه نهائيه. بس انت اخذ من عندك الاجابه النهائيه. يعني زملائك اذا انطوني اجابه ما راح اخذها، فقط من عندك اخذ الاجابه النهائيه. نعم. وانتم بدوركم تقولوا لي الاجابه. نعم. تمام. واضح ماما؟ واضح. نهر الامازون هو اكبر نهر في العالم. لكن راح تسالون نهر النيل هو أطول نهر في العالم، لكن الأمازون هو أكبر نهر في العالم. قلت لك لا تدوس. أنا أوجه كلمة إلى زملائكم الحاضرين ويانا أيضا لتشجيعكم، ما أريد أي كلام ولا نقاش ولا حتى بيناتكم. واضح؟ أنتم كلكم ويانا وكلكم بالصورة وكلكم بالكاميرا. يعني حتى إذا أنا ما أشوفكم فالكاميرا أمامكم تشوفكم. يلا، هسا السؤال عندكم. السؤال الثالث من المرحلة الأولى يقول: ظاهرة طبيعية تحدث على شكل مرحلتين لمياه المحيطات والبحار، هل هي ظاهرة زخة الشهب أم ظاهرة المد والجزر؟ المد والجزر. بعد عندكم وقت ست دقائق. اتفقنا. ظاهرة المد والجزر. وإجابتكم صحيحة. أما ظاهرة زخة الشهب إذا ما سامعين بها فهي ظاهرة فلكية وليست بحرية. فلكية وليست بحرية. السؤال عندكم أيضا علوم. والسؤال يقول: من الحيوانات التي تدخل في حالة سبات شتوي هي الخفافيش أم الثعالب؟ جابوا واحدة الثعالب. الخفافيش. اتفقتوا بيناتكم. ما اقدر اغير اجابتكم بعد. السبات تعرفون انتم السبات معناها انه هو حاله انخفاض في نشاط الحيوانات في فصل الشتاء.
حيث تنخفض درجة الحرارة يعني بهذه الأسباب. والخفافيش هي الإجابة الصحيحة. وصلنا للدين. شلونكم بالدين؟ زين إن شاء الله. هسه خلوا زملائنا يركزوا بدون كلام، ناخذ من عندكم نقطة بأي نقاش. والسؤال يقول: صحابي جليل لقب بحافظ سر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هل هو أبو حذيفة بن اليمان أم سعيد بن جبير؟ أبو حذيفة بن اليمان. ليش اختاريته أبو حذيفة؟ عندكم معلومة؟ عندنا معلومة. عندكم معلومة؟ حافظ سر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هو أبو حذيفة بن اليمان. السؤال عندكم. والسؤال يقول: سورة المنافقون احتوت على مضامين كثيرة، منها صفات المنافقين كما إنها نزلت على المنافق، هل هو عبد الله ابن أبي بن سلول أم أوس بن قيضي؟ عبد الله بن سلول. أضغط الزر. عبد الله. عبد الله. عبد الله ابن أبي بن سلول. بن سلول. ليش اختارتوا؟ عندكم معلومة؟ أي استعدنا معلومة. عندكم معلومة. أي وإجابتكم صحيحة. وصلنا لسؤالكم الخامس والأخير، اللي هو السؤال اللي يحدد المرحلة. يعني إذا جاوبتوا على هذا السؤال راح تأخذون هذه المرحلة كاملة، لأن ما عندكم إخفاقات في الأسئلة. والسؤال الخامس والأخير من المرحلة الأولى يقول: ما معنى التحري؟ هل هو البحث عن الحقيقة لكشفها أم تسليم الأمانة إلى أصحابها؟ سؤال سهل. البحث عن الحقيقة لكشفها. خاف تسليم الأمانة؟ ما بيها مجال؟ توب. قافلين؟ قافلين تقدرين. إجابتكم صحيحة. سؤالكم الخامس. مستعدين؟ مستعدين. متأخر شوي. شو تقولوا؟ لا كيف؟ يلا. والسؤال يقول: ما جمع كلمة راوي؟ هل هي روايات أم رواة؟ روايات. استعجلتوا. 18 ثانية بعد عندكم للإجابة الصحيحة، وأني قلت لكم أكثر من مرة إنه لا تستعجلون وتناقشوا، يلا تنطوني إجابة نهائية. وجاوبتوا حرامات كل الأسئلة مال المرحلة صحيحة، وصلتوا للسؤال الخامس للأسف إجابتكم مو صحيحة. جمع كلمة راوي ليست رواية، راوي. رواة. لكن جمع رواية روايات. للأسف إجابتكم مو صحيحة. إذن أصدقائنا أصدقاء قناة شهاب، نروح إلى فاصل ونرجع نكمل وياكم المرحلة الثانية. ورجعنا وياكم من جديد، ومدرسة الأندلس ومدرسة الغزالية. ويا ترى من بيناتهم اليوم هو الفائز بشهاب ورابح المليون؟ وصلنا للمرحلة الثانية، والمرحلة الثانية لكل إجابة صحيحة هي 70,000 دينار. مجموع المرحلة كامل هو 350,000 دينار. ومن هاي المرحلة صار تقدرون تستخدمون وسائل المساعدة اللي هم اثنين: حذف الإجابة وتغيير السؤال. واضح؟ حاولوا تستثمروها هذه وسائل المساعدة، لأن إذا ما احتاجتوها تأخذوها وياكم للبيت. يلا نبدأ؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. والسؤال الأول من المرحلة الثانية لثانوية الغزالية يقول:
مؤرخ عربي مسلم مؤلف كتاب الكامل في التاريخ، هل هو ابن الأثير، ابن خلدون، المبرد؟ ممكن أعادة السؤال؟ أعيد السؤال. مؤرخ عربي مسلم مؤلف كتاب الكامل في التاريخ، هل هو ابن الأثير، ابن خلدون، المبرد؟ وقتكم انتهى، فأريد إجابة نهائية. المبرد. ناقشتوا بيناتكم؟ نعم. ما عدنا معلومة. ليش ما أخذتوا وسيلة مساعدة؟ أضمن هالمرحلة الثالثة. للأسف إجابتكم مو صحيحة. ابن الأثير هي الإجابة الصحيحة. هو مؤرخ عربي مسلم. نعم. ومؤلف كتاب الكامل في التاريخ. هاي المعلومة لا تنسوها، إن شاء الله تحتاجوها مستقبلاً وتكونون تعرفوها إن شاء الله. السؤال عندكم، والسؤال الأول من المرحلة الثانية يقول: أين يوجد قبر السيدة أم المؤمنين خديجة الكبرى؟ هل يوجد في المدينة المنورة، أم الطائف، أم مكة المكرمة؟ ماما الوقت راح ينتهي. ست المدينة المنورة. هم عندكم وسائل مساعدة؟ إذا ما متأكدين من السؤال وما عندكم معلومة، ليش ما استمو هم من المرحلة الثالثة استحسن؟ إجابتكم خاطئة للأسف. مكة المكرمة هو يعني المكان لقبر السيدة أم المؤمنين خديجة الكبرى. لا تنسوا المعلومة، أنتوا أيضاً المعلومة الموجهة لهم فهي للجميع. سؤالكم جغرافي، والسؤال يقول: ما اسم عاصمة أثيوبيا؟ هل هي أسمرة، نيروبي، أم أديس أبابا؟ نيروبي. أسمرة، نيروبي، أم أديس أبابا؟ نيروبي. نيروبي. ليش اختاريتوا نيروبي؟ عندك معلومة؟ اتفقنا. اتفاق. اتفقتوا يا همام؟ شو حسيتك ما متفق؟ للأسف إجابتكم مو صحيحة. أديس أبابا هي عاصمة أثيوبيا. لا تنسوها. نعم. أما أسمرة فهي عاصمة أرتيريا، ونيروبي عاصمة كينيا. أوكي. السؤال عندكم، والسؤال جغرافي. خلنا ننتظر شوي. يلا سؤالكم يقول: أين يقع سد النهضة؟ هل يقع على نهر النيل الأزرق، أم نهر الفرات، أم نهر السين؟ سد النهضة. آخر واحد نهضة. فرات. سد النهضة. نهر النيل الأزرق، أم نهر الفرات، أم نهر السين؟ أنتوا اختاريتوا نهر الفرات، لكن للأسف إجابتكم مو صحيحة. نهر النيل الأزرق هي الإجابة الصحيحة. هاي المعلومات لا تنسوا. نعم ستك إن شاء الله. سؤالكم علوم، والسؤال يقول: ما هو أكبر عظم في جسم الإنسان؟ هل هو عظم الفخذ، أم عظم الكاحل، أم عظم الورك؟ بعد عندكم وقت 10 ثواني للإجابة الصحيحة. فخذ. فخذ. عظم الفخذ. عظم الفخذ. وعظم الورك ما ممكن يكون أكبر من الفخذ؟ ما أتوقع. ما عندكم معلومة أكيدة؟ أكيد ما عندنا معلومة ثابتة. أنتوا شو تقولون؟ ما نقول صح. الفخذ هي صح. تقولون صح؟ طب قولهم لعب. السؤال عندكم، سؤالكم علوم أيضا، والسؤال يقول:
ما اسم الجزء الموجود في دماغ الإنسان ويكون مسؤولاً عن حفظ الذاكرة البصرية والسمعية؟ هل هو الفص القذالي أم الفص الصدغي أم الفص الجداري؟ صدغي. الفص الصدغي. تأكدي؟ تأكدي. شو تشانكو ما متأكدي؟ مو سامع بيها معلومة. زين يجوز يعني اتباه؟ لا تأكدي. وافقين. إجابتكم صحيحة. الفص الصدغي هو الجزء المسؤول عن حفظ الذاكرة البصرية والسمعية. سؤال عندكم، سؤالكم دين والسؤال يا أخي. قال النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. ما معنى وجه طليق؟ وجه باسم ومشرق أم وجه حزين أم وجه عابس؟ ممكن عابس. وجه عابس. ممكن هذا السؤال؟ طيب ما معنى وجه طليق؟ وجه طليق، هل هو وجه باسم ومشرق أم وجه حزين أم وجه عابس؟ ست الحديث نفسه. أعيد الحديث. الحديث إن أمكن. قال النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. باس. عابس. وجه عابس. وجه طليق. نعم. أنا ما أقدر أغير الإجابة. نعم. قلت لكم. للأسف إجابتكم مو صحيحة. وجه طليق. وجه باسم ومشرق. نعم. معنى وجه طليق وجه باسم مشرق. إحنا عندنا معلومة ماخذيها. ومشرق. يلا هساعدكم السؤال. سؤالكم دين أيضا. والسؤال يقول: قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ما هو العرجون؟ هل هو المصباح المكسور، الطين اليابس، أم عذق النخلة العتيق؟ لا تستعجلون، عندكم بعد ثانية واحدة. المصباح المكسور. المصباح المكسور. العرجون. للأسف إجابتكم مو صحيحة. العرجون مو صحيحة الإجابة للأسف. العرجون هو عذق النخلة العتيق. أنا يعني أتمنى إنه المعلومة اللي تسمعوها الآن هو هذا يعني. نعم تنحفظ كمعلومة عامة. المهم إنه تحفظون المعلومة كمعلومات عامة بغض النظر إن كانت دينية، معلومات عامة، جغرافيا، تاريخ. يلا. السؤال عندكم؟ والله وسؤالكم الخامس والأخير من هذه المرحلة. مستعدين؟ مستعدة. والسؤال يقول: ما معنى كلمة قبس؟ هل هو صوت المطر أم التفاح الأخضر أم شعلة من النار؟ التفاح الأخضر. قبس. ليش اختار التفاح الأخضر؟ حسب الإجابة اللي تجي أنا أقولها. يعني عادة أكو إجابة كلش بعيدة وإجابة ممكنة وإجابة اللي هي صحيحة. أنتوا اختاريتوا الإجابة جدا بعيدة. للأسف إجابتكم مو صحيحة. شعلة من النار هي الإجابة الصحيحة. معنى كلمة قبس هي شعلة من النار. السؤال الخامس والأخير عندكم أيضا. والسؤال يقول: ما هو الحبور؟ هل هو الكسل، النشاط الجسدي، أم السرور؟ الحبور.
ممكن أعاد السؤال؟ أعيد السؤال، ما هو الحبور؟ هل هو الكسل، النشاط الجسدي، أم السرور؟ الوقت راح ينتهي. نشاط الجسدي. النشاط الجسدي. للأسف أنتم ما تستخدمون وسيلة المساعدة، فما ساعدتوا نفسكم على الأقل بالسؤال الخامس حتى تكونوا ضامنين السؤال الخامس من هذه المرحلة، لكن للأسف إجابتكم مو صحيحة. أنتم أيضا السرور هي الإجابة الصحيحة وليست النشاط الجسدي. الحبور معناه السرور. نعم. إذن أصدقائنا أصدقاء قناة شهاب، بعد ما انتهينا من المرحلة الثانية نروح إلى فاصل وبعدها نرجع نكمل وياكم المرحلة الثالثة والأخيرة. ورجعنا وياكم من جديد، ورمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. والمرحلة الثالثة بين ثانوية الأندلس وثانوية الغزالية، ويا ترى هاي المرحلة الثالثة والأخيرة المفروض تكون أصعب شوية عليكم، لكن إن شاء الله تكون سهلة. وأكيد بالبداية من ثانوية الغزالية، مستعدين ماما؟ ظهرنا للخلف، قعدتنا منصوبة حتى يكون تركيزنا عالي. والسؤال الأول يقول: من أصحاب الإمام زين العابدين وله دعاء مشهور نسب إليه، هل هو محمد ابن مسلم، أم أبو حمزة الثمالي، أم أبو عمرو ابن العلاء؟ عاد السؤال. أعيد السؤال. من أصحاب الإمام زين العابدين وله دعاء مشهور نسب إليه، هل هو محمد ابن مسلم، أبو حمزة الثمالي، أبو عمرو ابن العلاء؟ محمد. استعمل؟ لا 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 مش محمد ابن مسلم. عندكم وسائل مساعدة قدرتوا نستخدمها بالمرحلة الثالثة في حال ما عرفنا الإجابة؟ نعم. وانتوا هسه ما متأكدين الإجابة، ليش ما استخدمتوها؟ آخر شيء الأهم. للأسف إجابتكم مو صحيحة، أبو حمزة الثمالي هي الإجابة الصحيحة. ما سامعين بدعاء أبو حمزة الثمالي؟ دعاء جدا معروف، هو من أصحاب الإمام زين العابدين، زين العابدين عليه السلام، وأيضا الدعاء سمي باسمه أبو حمزة الثمالي. هاي المعلومة لكم أيضا. والسؤال عندكم، والسؤال يقول: طبيب وصيدلي وباحث في علم النباتات، هل هو الخوارزمي، الفراهيدي، ابن البيطار؟ عادة سؤال. أعيد السؤال. طبيب وصيدلي وباحث في علم النباتات، هل هو الخوارزمي، الفراهيدي، ابن البيطار؟ ابن البيطار. ابن البيطار. أنا سمعتكم تقولون متأكدين؟ متأكدين. إجابتكم صحيحة. السؤال عندكم جغرافيا، والسؤال يقول: أين تقع سلسلة جبال الأنديز؟ هل تقع في قارة أمريكا الجنوبية، قارة أمريكا الشمالية، أم قارة آسيا؟ سلسلة جبال الأنديز. قارة أمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية. متأكدين؟ ما تحتاجون وسيلة مساعدة؟ إجابتكم صحيحة. جغرافيا عندكم؟ الأندلس. سؤالكم يقول: أين توجد مدينة الدار البيضاء؟ هل توجد في البحرين، موريتانيا، أم المغرب؟ الدار البيضاء. سهل. المغرب. الدار البيضاء بالمغرب؟ مغرب. ما يصير بالبحرين؟ لا 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 لا. أكدي. ولا نوديها الموريتانيا؟ لا لا. وإجابتكم صحيحة. قولوا لي هذا السؤال لكم اثنيناتكم، شلونكم بالرياضيات؟ زينين زينين الحمد لله. فرح جمع حسنين. زين الحمد لله. سريعين؟ سريعين زين.
سؤال رياضيات. نعم. حاولوا تركزون بالسؤال حتى ما يضيع الوقت عليكم. يعني ما أقدر أعيدكم إياه حتى ترجعون تحسبون من جديد. وسؤالكم يقول: ما هو حاصل ضرب 233 في 22؟ هل هو 5126، 5130، أم 5142؟ 233 في 22. 233 في 22. هل هو 5126، 5130، أم 5142؟ أريد إجابة نهائية الآن. 5126، 5130، 5142. يلا إجابة نهائية. استخدام وسيلة تغيير السؤال. أغير السؤال. أول مرة نجاوبكم على السؤال ما لحقتوا تحسبون. أجاوبكم على السؤال حتى تعرفون الإجابة الصحيحة. 233 في 22 هي 5126. نعم. سؤالكم في وسيلة المساعدة إن شاء الله ما يكون أصعب. إن شاء الله. إن شاء الله. سؤالكم في وسيلة المساعدة يقول: من هو واضع النظرية الذرية الحديثة، أي مكتشف علم الذرة؟ هل هو فيثاغورس، جيمس واب، أم جون دالتون؟ ممكن عادة الخيارات؟ أعيد الخيارات. من هو واضع النظرية الذرية الحديثة، أي مكتشف علم الذرة؟ فيثاغورس، جيمس واب، جون دالتون؟ جيمس واب. جيمس واب. جيمس واب؟ نعم. للأسف الإجابة مو صحيحة. جون دالتون هو وضع النظرية الحديثة اللي هي أي مكتشف علم الذرة. أوكي. لا تنسون مكتشف علم الذرة. جون دالتون. أنتوا عرفتوا مكتشف علم الذرة؟ جون. جون دالتون. هسه السؤال عندكم أيضا رياضيات. مستعدين؟ مستعدين. والسؤال يقول: ما هو حاصل ضرب 160 في 40؟ هل هو 4400، 6400، أم 8400؟ 4400، 6400، 8400. 160 في 40. ستة آلاف وأربعمية. لحقتوا تحسبون؟ نعم. نعم. حسبتوها مضبوط؟ لا. لا تطلعنا. إن شاء الله صح. إن شاء الله صح؟ إن شاء الله. ما متأكدين يعني؟ لا والله ما متأكدين. إجابتكم صحيحة. هو شوية يحتاج لوقت حتى يطلع الحساب صحيح. هم ما أسعفهم الوقت. نعم. وقتكم خلاص أسرع مما تحسبون. سؤالكم دين. والسؤال يقول: سورة في القرآن الكريم سميت بسورة بني إسرائيل، هل هي سورة الصافات، أم سورة الإسراء، أم سورة هود؟ سميت بسورة بني إسرائيل. هود. سورة هود. ناقشتوا بينكم؟ بعد عندكم 12 ثانية. للأسف إجابتكم مو صحيحة. سورة الإسراء هي السورة الصحيحة وسميت بسورة بني إسرائيل. سورة الإسراء سميت بسورة بني إسرائيل. نعم. واضحة؟ نعم. يلا السؤال عندكم، سؤالكم الخامس والأخير. نعم. إن شاء الله تجاوبون عليه بصورة صحيحة. إن شاء الله. والسؤال يقول: ما هو القنطار؟ هل هو وعاء كبير، وحدة قياس، أم البيت الواسع؟ حذف إجابة. نحذف الإجابة وأخيراً استخدمت وسيلة مساعدة.
ما هو القنطار؟ نحذف البيت الواسع ويبقى عندكم وعاء كبير وحدة قياس. القنطار. سنغير سؤال؟ لا، تستخدمون وسيلة مساعدة واحدة. الخيارات، عادة الخيارات. وعاء كبير وحدة قياس. وعاء كبير. القنطار أو القنطار. للأسف إجابتكم مو صحيحة. وحدة قياس هي الإجابة الصحيحة. ما أريد الفريقين تبقى أنتم معلوماتكم، يعني أنتم جاوبتوا على هذه المرحلة إلا سؤالين من المرحلة. جاوبتوا على 3 أسئلة من المرحلة هذه بصورة صحيحة، لكن للأسف إجابتكم الأخيرة أيضا خاطئة. إذا مشاهدينا الأحبة نروح إلى فاصل وبعدها نرجع نعلن وياكم الرابح بشهاب ورابح المليون. رجعنا لكم من جديد ووقت الإعلان عن الرابح بشهاب ورابح المليون في موسمه الثاني. ويا ترى من بيناتكم هو الرابح؟ تقدر تجي هناك تفضل يمي، وانت ايضا ماما. اهلا وسهلا بثانوية الأندلس وثانوية الغزالية. اهلا وسهلا بكم. واكيد منو راح يقول لنا الرابح بشهاب ورابح المليون اليوم؟ منو؟ اكيد شهاب. صفقوا الشهاب ورحبوا بيه. اهلا وسهلا بك شهاب. شهاب تغششنا من الرابح؟ تفضل هنا. يلا سلموا على شهاب. اهلا وسهلا بك شهاب وشكرا جزيلا لك. واكيد الرابح بشهاب ورابح المليون هي مدرسة او هي ثانوية الغزالية المتفوقة. واكيد ما ننسى، اكيد ما ننسى انه قناة شهاب تنطي هدية ترضية للمدرسة التي لم يحالفها الحظ. اكيد الكادر تعبان عليهم، كادر الدراسي المدرسي واهاليهم اكيد تعبانين عليهم، لكن احيانا السرعة، احيانا الارتباك من الكاميرات هو يخليهم يصرعكم بعض الاخفاقات، وهي هاي شروط البرنامج. للاسف الرابح واحد. فالف مبروك ماما لكم، والف مبروك لكم، وهذه الدروع مخصصه من قناه شهاب لكم. الف مبروك. الف مبروك. شكرا. شايفين كل الخير. شكرا جزيلا لكم ولحضوركم، شايفين كل الخير، وشكرا لمعلوماتكم الجيده. شكرا جزيلا لكم. اذا مشاهدينا الاحبه وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا في حلقه جديده ومتسابقين جدد في امان الله.